نرجع بعد كده للقرنفل. فاكرين القرنفل؟ ادي القرنفل اهو، اهو القرنفل اهو يا جماعه، ركزوا. القرنفل اهو، القرنفل ده قلت لكم ده اقوى مضاد على الارض، اقوى مضاد. وده لو انت اسنانك بتوجعك فص قرنفل يمين وشمال. فالقرنفل ده اهو، والقرنفل ده عندك باستمرار، معلقه قرنفل وراكنه في الحوض، سناني بتوجعني، بق من ده، هي معلقه قرنفل في كوبايه ميه، معلقه قرنفل صغيره في كوبايه ميه، بتمضمض منها بتريح الام السنان جدا. لازم ولو ما غطيتوش، القرنفل قاتل للفطريات والميكروبات. انا عملت عليه تحاليل كثيره جدا، لا ينمو في القرنفل ميكروب ولا فطر ولا عفن ولا اي حاجه، انما تغطيه افضل. لكن هو لو سبته، لان في بعض الاشياء لو سبت العرقسوس مثلا، العرقسوس لو حطيته مكشوف، العرقسوس ده فيه ماده سكريه جلايكوزايدز، فلو انت سبته مكشوف هيتخمر ويتعفن، سامعني؟ لكن القرنفل لا، خلاص. يبقى مهم جدا القرنفل ده من اقوى المضادات الحيويه على الاطلاق، مضمضه دهان، بس الشرب ما يزيدش عن يعني معلقه في اليوم، والا يعمل لك هبوط في الضغط. انا بنصح الناس مثلا عندها التهابات في الانف قطرات قرنفل، عندها التهابات في اللثه والاسنان تتمضمض كل ساعتين بق صغير، معلقه صغيره، معلقه صغيره تتمضمض وتتغرغر، يقضي على التهابات في اللوز، التهابات الاسنان، التهابات اللسان اظن، نعم، ويحسن رائحه الفم. الناس ما بتلجاش الى القرنفل الا في الالام الشديده جدا، والقرنفل ينفع يعالج الام السنان واللثه والاسنان والحلق مضمضه، وينفع يعالج التهابات اللي من بره، وينفع يعالج التهابات الرحم، الافرازات اللي ملهاش علاج ابدا ده بيعالجها. 5 فصوص قرنفل من 5 ل 10 في ربع كوبايه ميه، بتنقعهم من بالليل الصبح وتشربهم كل يوم على الريق. ينفع القرنفل مضمضه، وينفع شرب لا تزيد عن 5 فصوص، وينفع غسول طهور مطهر. لما بطهر الجرح بالقرنفل احسن من الديتول واحسن من كل المطهرات الموجوده في السوق، لان ده ما بيقتلش خلايا الجسم ولا بيخلي الجسم يحصل ريتراكشن. فخلي بالك من الكنز اللي ربنا اداهولنا ده، وما بيعملناش اميون سبريسور، لا ده بيقتل الخلايا الميكروبيه ويجدد الخلايا الطبيعيه.